نفرح سوا ونخاف كتير على بعضنا نعشق ندوب صبح وغروب ونعيش في ظل شمسنا شقانا كان سنين في الهم وراح من قبل ما نسافر يا بحر الخوف يا بحر الخوف بداية الرحلة للقاسي وجرح في آخر المشوار بداية الرحلة للقاسي وجرح في آخر المشوار غريق البر بيواسي غريق في بحر ماله قرار يا بحر اسمك بلون الدم ومين يسأل ومين يهتم صليت على خير الباري ففاض بقلبي أنور نعمت بطلته البهير ونلت الرضا والسرور صليت على خير الباري ففاض بقلبي أنور نعمت بطلته البهير ونلت الرضا والسرور هو البداية كانت تلحين أنا طول عمري مقتنع أن أنا ملحن يعني عمري ما كان في دماغي أن أنا أغني وابتديت الحين وانا عندي 18 سنه وبعد كده اخذتني الحياه والجواز والشغل وكنت انا اساسا مهندس معماري وبعدين كان ليا صديق في ايام مدرسه اسمه الشاعر علاء نبيل كنت بعمل معاه حاجات في حب مصر وحاجات عاطفيه وحاجات دينيه لغايه ما في سنه 2005 قابلت الشاعر احمد ادري كنت انا بقى بعدت عن الموضوع التلحين والكلام ده والشغل والحياه في سنة 2005 قابلت الشاعر أحمد أدري وسمعت منه كلمات في الشوارع في الشوارع شيء غريب بيناديني الأغنية اللي عملتها كليب وكان بيشاركني فيها الفنان صلاح عناني الأغنية دي حركت جوايا حاجات كتيرة جدا لأن حسيت إنها بتعبر عن واقعنا في العالم العربي وهي أغنية برضو بتخاطب الإنسان في كل مكان في الأرض يعني حبيتها جدا ولحنتها وحاولت اني اديها المطربين لان انا مش في دماغي اني انا اغني خالص لما فشلت او لقيت ان الناس مش عايزه اللون ده او الناس عايزه الحاجات اللي تطلع في الكليبات اللي انت عارفها فكرت اني اغني معتمد على احساسي كملحن مش على صوتي وخاصه ان الاغنيه فيها معاناه مش اغنيه عاطفيه يعني والحمد لله لقيت الموضوع كده من غير ما اخطط الحمد لله ماشي والاغنيه بتاخد جايزه في اوسكار الفيديو كليب الدولي ولقيت فيه صدى كويس قوي فيها مع ان انا ما كنتش طالع فيها خالص يعني الشوارع انا كنت في الوقت ده حاسس ان هي يعني بتعبر عن واقعنا في اللحظه دي ففكرت في اني اعملها كليب واتكلمت مع الفنان صلاح عناني وابدا ترحيبه وانا عارف او حسيت ان لوحاته برضو بتتكلم عن الإنسان المصري لأن احنا مشكلتنا في مصر إن معظم الأعمال الغنائية اللي بتقدم ما بتتخاطبش الإنسان المصري يعني زي ما يكونوا كل الأعمال بتعمل لشعب تاني أما تلاقي جيت سكي وبيتش باجي ويخت وطيارة خاصة وشقراوات حسنوات وكؤوس نبيذ دول ما بيمثلوش أكتر من يعني مليون أو 2 مليون مواطن من 75 مليون مواطن فانا حاسس ان الاعمال الكليبات اللي بتتعمل دي معموله لشعب تاني مش للشعب المصري بالذات او للشعب العربي عامه يعني فاخدنا سكه سيد درويش وبديع خيري فان احنا بنخاطب بنتكلم في الفن اللي يعكس حاله الناس بنتكلم عن طموحاتهم عن احلامهم عن امالهم عن اوجاعهم وابتدينا ناخد الخط ده في الشوارع شيء غريب بيناديني شيء بيفرض جوا مني حزن عيني شيء ياخدني شدني يرمي حزني عالشوارع في الشوارع شيء غريب بيناديني شيء بيفرض جوا مني حزن عيني شيء ياخدني شدني
يرمي حزني عالشوارع. اترسم كل الوشوش تنقسم بينا المواجع. اترسم كل الوشوش تنقسم بينا المواجع. بواحد منهم جرحي هو جرحهم والحقيقة بتويها. Welcome back, ladies and gentlemen. That was our tribute for a late singer and composer, Ma'mun Mligi, who passed away last week. And Dance TV International conducted the interview that you have just watched with him a few years back in time. Yes, and from singing to education, our education here in Egypt needs new strategies that encourage the students to be learning the science that will help them in class. And